تحطيها لي بالمناسبه دي؟ يا ريت نسمعها. الله يخليك. اسمها هذا الزول، فهي بتقول هذا الزول عايزه اوصف فيه براي عشان ما بتشبهه اي قصيده وعجزت عنه قوافي غناي. زول عطاي هالدايره الضاي، زول لا بكذب لا بتدهنس لا بتلفلف جاي او جاي، ما هو مخادع وما متراجع وزول متواضع وما هاي هاي. زول حبوه جميع الحول واسال زينب ست الشاي، واسال عشه وسيد الركشه وناس المغلق وكل الشاف وعفوا معاي. زولا حر ما زولا هين، ناشف ومر مرهيف ولين، اسدا زمجر ورعدا كركر وشمسا فجت وبدرا بين. هذا الزول شفاف من جوا وفيه شهامة وكله مروة وفيه محنة وفيه أبوة، وممكن برضو يكون هو صديقك وممكن يعني يكون في أخوة. زول مرهف حساسا جدا رغم ملامح حزم وقوة. هذا الزول أنا بكتب فيه، ولو عاوز عيني بديه، وشاحد المولى كتير يرضيه. هذا الزول الاسم أبويا يحفظ رب الكون الخلقه، ومن عين حساب يعطيه، ويكرم ويرضي ويسعد ويديه، ومن سوء الأقدار يحميه.